السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع بمناسبة يوم العمال العالمي: أين وصل الحال بالعامل العراقي؟ مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر الهاتف الصحفي والعراقي عبد الله الفراجي، وأيضا بإمكان حضراتكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم من أجل إبداء آرائكم ومشاركتكم في هذه الحلقة، وأيضا هناك الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. يحتفل العالم في الأول من أيار بعيد العمال العالمي، وهي المناسبة التي تعكس أهمية وقيمة العمال حول العالم لما لسواعدهم من تأثير في نهضة بلدانهم وتطورها، فهي اليد التي تبني واليد التي تعمر. وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم أو عمال العالم في البلدان المتطورة، نرى مشهدا سوداويا لعمال العراق، فهم يعانون من التهميش ويعانون من الإهمال بعد 2003 وإلى يومنا هذا. 20 عاما وعمال العراق يتكدسون على الأرصفة يوما بعد آخر بسبب إغلاق المصانع والمعامل واستبدالهم بالعمالة الأجنبية. 20 عاما والعامل العراقي يقاتل في سبيل الحصول على قوت يومه في بلد يعد من الأغنى عالميا بالموارد الطبيعية. فلماذا وصل الحال بالعامل العراقي إلى هذا المستوى المتدني؟ ومن المستفيد من محاربة اليد العاملة العراقية؟ مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن العمالة في بغداد، اليد العاملة العراقية في العاصمة بغداد، لنشاهد ثم نعود. هنا في بغداد لا يكون يوم العمال العالمي مناسبة للاحتفال، فهو يوم عمل عادي في ظروف صعبة وأجور بخسة في بلد يعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر. عيدنا نشتغل، ما عدنا عيد، يعني نشتغل بالعمالة. العمالة الأجنبية من هنود وبنغاليين ضاعفت من معاناة العمال العراقيين الذين باتوا يتعرضون للاستغلال بسبب قلة فرص العمل. احنا مضطهدين، لا شغل هنا اكو، لا اللي بعض قاعد بايجار، اللي بعض تعبانه اوضاعه وحركه ماكو. الاكثر هنا قاموا يستغلون العامل، يستغلون عامل الاجانب احسن عود من عامل المصدر العراقي. يفتقد العمال العراقيون لأبسط حقوقهم وسط غياب لأي اهتمام أو رقابة حكومية أو قانون يضمن حقهم في الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي أو يضمن لهم الحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل. العامل اليوم يجي هنا من الصبح لليل، لو يحصل له 5000 لو ما يحصل، ينضرب، يتعور، ينكسر، يموت، ما حد يساعده، لا الدولة تسأل عليه، لا أبو المعمل يسأل عليه، يعني ما حد هنا بحاله. العامل هنا كان قبل يعني كان يحصل له 25، هسه يا دوب يحصل له 4000 5000 يروح لأهله. في عراق الأحزاب والمحاصصة لا يجد الخريج الجامعي فرصة وظيفية تناسب تحصيله العلمي، فيضطر للعمل في أعمال شاقة كالبناء وبأجور بخسة. الأغلب الأعم من الأخوة العمال ناس خريجي معاهد ومعلمين وطبقة يعتبر مسحوقة اليوم بالمجتمع العراقي. وفي ظل عملية سياسية نهجها المحاصصة الطائفية، يحل العراق ضمن قائمة أسوأ الدول في مؤشر حقوق العمال عالميا من حيث الالتزام بالأمن الوظيفي والرواتب وحماية حقوق العائلة وغير ذلك. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير. الآن نرحب بالصحفي العراقي السيد عبد الله الفراجي معنا عبر الهاتف. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك، حياكم الله. بداية، بمناسبة يوم العمال العالمي، كيف ترى حال العامل العراقي الآن بعد مرور 20 عاما على الاحتلال؟ يا أخ العزيز، ابتداء أهلا بك ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. الوضع مأساوي بالنسبة للعامل العراقي، سواء كان عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص.
العامل العراقي ومنذ 2003 إلى الآن يعاني من تهميش وإقصاء وعدم استلامه لحقوقه وعدم اهتمام الحكومة بهذه الشريحة التي تمثل شريحة مهمة من المجتمع العراقي. العمال يقع على عاتقهم بناء الدولة العراقية، بناء العراق الجديد كما تسميه الحكومة أو الحكومات المتعاقبة. للسنة للعام 20 العمال مهملون، حقوقهم مهملة، يتكدسون كما أشار تقريركم آنفا، يتكدسون على الأرصفة في المصادر خصوصا عمال البناء. الآن الحكومة مسؤولة عن إدخال مئات آلاف العمال الآسيويين خصوصا من البنغال والباكستانيين والسوريين والمصريين إلى سوق العمالة. العامل العراقي الآن ينافس من أجل لقمة عيشه وعيش أطفاله أو عائلته، ينافس أو يكافح أو يقاتل من أجل لقمة يعني العيش. سيد عبد الله، نظرية استقدام العمالة الأجنبية إلى العراق تستخدم بالعراق بشكل معكوس. أغلب الدول المحيطة بنا ودول العالم عندما تصل إلى مرحلة استقدام العمالة الأجنبية فهي تكون قد اكتفت أو قد وصلت إلى حد اليد العاملة المحلية، خلص يعني هي معينة في كل مكان، تعمل في كل مكان في الدولة، وبالتالي أصبح لديها عجز فتبدأ باستقدام العمالة الأجنبية. في العراق العكس، يتكدسون أو يكدسون العمالة المحلية على الأرصفة وفي الشوارع، وفي المقابل يسهلون استقدام العمالة الأجنبية تحت مبرر أنها توفر بالأموال لأصحاب الشركات أو المصانع أو غيرها. لماذا لا توجد محاربة حقيقية لفكرة العمالة الأجنبية والضرر الذي يقع على الدولة العراقية والاقتصاد العراقي وعلى مستويات البطالة في سبيل تعيين العمالة المحلية؟ أخي العزيز، إدخال العمالة الأجنبية خصوصا العمال البنغال والباكستانيين، والآن توجد موجة كبيرة لإدخال العمال السوريين والمصريين خصوصا في السنة العامين أو ثلاثة العوام المنصرمة. موجة كبيرة من العمال المصريين والسوريين دخلت إلى بغداد عبر كردستان عبر أربيل. هذه المسؤول عنها مافيات تابعة للحكومة، تابعة للحكومة أو تتبع للحكومة، مافيات تأخذ على كل عامل يدخل بغداد ضريبة دخول غير شرعي 1500 دولار بحجة أن العامل الأجنبي يتحمل الضغط، يتحمل ساعات العمل الطويلة، والعامل العراقي لا يتحمل ساعات العمل الطويلة، وحجة أصحاب أرباب العمل وحجة أصحاب الشركات وأصحاب المصانع التابعة للقطاع الخاص أن هؤلاء العمال الآسيويين والعرب يتحملون الضغط وهم أصحاب خبرة، لكن الواقع أنه مافيات تجري، مافيات تستغل هؤلاء العمال وتستغل كثرة العمال، كثرة الداخل العراق، توصلهم إلى بغداد لقاء مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 دولار للعامل الأجنبي سواء كان عربيا أو أجنبيا، يعني بنغاليا أو باكستانيا أو عربيا. مافيات مسؤول عن هذا كما أسلفنا، عن إدخال العمال الأجانب إلى بغداد ومنافسة العامل العراقي، مما أدى إلى تراجع سوق العمل بالنسبة للعامل العراقي. طبعا هو هذا ليس السبب الوحيد الذي قاد إلى تكدس هذه الأعداد. أصبحت هناك جيوش من العاطلين عن العمل ومعاناة لدى اليد العاملة العراقية، ليست فقط بسبب العمالة الأجنبية، هناك مشكلة الإهمال الحكومي وإغلاق المصانع. يعني لا يوجد اهتمام بقطاع الصناعة، بقطاع المعامل، ولا حتى الزراعة، وبالتالي أين يتوجه الخريج أو العامل البسيط، حتى ليس إن كان ليس صاحب شهادة، إلى أين يتوجه؟ ماذا يعمل في هذا البلد الذي فيه عدد كبير جدا من الموظفين في الدوائر الحكومية الرسمية، ولا توجد مصانع، ولا توجد شركات، ولا حتى استثمار خاص، ولا زراعة يمكن أن تشغل هذه الأيدي العاملة فيها؟ طيب هنا يعني كيف يمكن حل هذه المعضلة وكل عام يزداد أعداد العاطلين عن العمل، وتزداد هذه الجيوش من يبحثون عن عمل في بلد من أغنى بلدان المنطقة؟
أخي بعد عام 2003 بعد احتلال العراق حلت وسرقت أغلب المعامل التعليب الموجودة في المحافظات وفي بغداد، سرحت آلاف العمال للآن منذ 20 عام، وللآن لم تقوم الحكومة بإنشاء ولو مصنع واحد لتشغيل اليد العاملة ولسد السوق المحلية من المنتجات، خصوصا المنتجات الاستهلاكية، المواد الغذائية، المواد الإنشائية. لم تقوم الحكومة باستغلال اليد العاملة والمواد الأولية المتوفرة ورأس المال المتوفر لدى الحكومة العراقية الناتج من بيع النفط، من بيعها للنفط واستحصال ملايين أو مليارات الدولارات في الشهر، حتى بلغت 8 مليار في الشهر الواحد من عائدات النفط. الحكومة لم تستغل هذه الخبرة في اليد العاملة وكثرتها ورخصها ووفرة المواد الأولية، ولم تستغل أيضا رؤوس الأموال، ولم تستثمر بأي مصنع حكومي سواء مصنع متوسط متواضع أو مصنع عملاق. سرحت العمال الآن وجبة أو جيل آخر من العمال، جيل آخر، جيل جديد. عندما أذهب الآن إلى مصر العمال كي أجلب عامل لترميم منزلي، أأتي بعمال، جل هؤلاء العمال هم من الخريجين. والله إني ذهبت قبل عدة أسابيع إلى مصر عمال في جزء في قطاع الكرخ من بغداد لأجلب عاملين من أهالي أبو غريب، العاملين خريجين معهد طبي وآخر خريج إدارة واقتصاد. تخيل معي أن عامل يحصل على معدل يتجاوز 90 القسم العلمي، يتخرج من معهد طبي قسم تخدير، ثم يذهب إلى المصدر لمدة 2 أو 3 حتى يعيل أسرته، وانتظر التعيين الحكومي. اعود لحضرتك بعد قليل استاذ عبد الله اذا سمحت لي. في برنامج منبر الرافدين نستقبل اراء متصلين عراقيين من الداخل يشاركون معنا بالراي او من كل مكان حقيقه، ليس فقط من داخل العراق. معنا السيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. حياك الله استاذ محمد المحترم، وحيا الله ضيفك الكريم والساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. استاذ محمد، احنا نعرف او عيد العمال او بقيه الاعياد كعيد الطالب او كعيد المعلم، كل هاي الاعياد اللي اصبحت من بعد 2003 ما بها اي تقدم وما بها اي اساس للشعب العراقي. يعني نجد مثل انه عيد المعلم او عيد هسه العام اللي صار عندنا 1/5 كل سنه، يعني يحتفل به العالم كله والامه العربيه. هذا العيد معروف للشعب العراقي بانه كان هو من الصناعه المتقدمه ومن الزراعه المتقدمه اللي كان عنده، من الناس الخريجين اللي كان لهم مكانه بالمجتمع، اللي كان الشعب العراقي يصنع يعني من احسن يعني الوضع اللي كان عنده، انتاجه وصناعته، وناس الخريجين اللي كان لهم مكانه بالدوله، لهم مكانه بالمجتمع. فكانت الحكومه تعتمد على الزراعه وتعتمد على الصناعه وتعتمد على ناس اكفاء يخدمون البلد من اجل تقدم البلد، من اجل ازدهار البلد، من اجل ان يكون هذا الشعب العراقي انه وطنه، يحس الى داره، الى اهله، الى بيته، الى تكوين اسره، تكوين سيد ابو عمر إليه. اليس تكدس العمال بهذه الاعداد الكبيره ونسبه البطاله العاليه تدل على فشل واخفاق الحكومات المتعاقبه في البناء والاعمار ونهضه عمرانيه تقدمها لهذا البلد بعد 2003؟ لو كانوا صادقين بالترويج لانهم اصحاب منجزات، أين هي منجزاتكم؟ طيب لماذا نرى الآن هذه الأعداد الضخمة من العاطلين عن العمل، جيوش من العمال يجلسون على الأرصفة؟ إن كنتم صادقين بفكرة أنكم قدمتم منجزات إلى العراق، لماذا نرى بطالة مرتفعة؟ لماذا نرى فقر متزايد؟ لماذا نرى معاناة للعامل العراقي؟ لماذا لا نراهم في مصانع وفي شركات وفي مزارع وفي استثمارات تشغل هذه الأيدي العاملة وتنشط الاقتصاد العراقي؟
استاذ محمد، يعني اصبح المواطن من 2000 لحد الان انه بلد العراق وبلد يعني غني اصبح يعني ما يحبه، يعني اكثر شباب العراق هجروا الى خارج البلد من اجل ان يكون له دو مكانه، من اجل ان يكون يبني مستقبله لاجياله، من اجل ان يكون يتزوج يبني اسره. والبعض من عندنا من شباب العراقيين ورجال العراق اللي من بغداد ومحافظاته كلهم مع احتراماتي له قاموا يتناولون المخدرات، قاموا يتناولون اعطاء هاي السموم اللي جابتها من ايران واحزاب السلطه، والبعض من عندهم اللي هم يطالبون بتعيينات خريجين او ناس اللي ما حالفهم الحرب اللي للاسف الان جالسين على الرصيف يحاولون باي طريق يحصلون على يومياتهم او اجور يوميه. هذه اصبح المواطن العراقي يعني من الجنزات لا يجد العمل، لا يجد البناء، يعني ما كان عندنا اي بناء، ما عندنا اي تقدم، حتى البناء اللي عندنا بالعراق اصبح عن طريق واسطات، اصبح عن طريق معارف، اصبحت عن الهاتف اللي بيناتهم نقدر نقولها صارت امور يعني للمعارف. شكرا شكرا ابو عمر من بغداد، انا اشكر حضرتك للمشاركه، وصلت الفكره. اعود للاستاذ عبد الله الفراجي مره اخرى، يعني استمعت الى حديث السيد ابو عمر من بغداد يقول في السابق كانت هناك يعني كان هناك عمران، كانت هناك مصانع تعمل، شركات، كانت هناك مزارع تعمل. الآن بعد 2003 يتحدثون عن العراق الجديد، ما هي ملامح هذا العراق الجديد؟ إن كان يخلو من المصانع، إن كان يخلو من الإنتاج، إن كان يخلو من العمل، أكثر ما مركز الآن هو وظائف حكومية فقط في القطاع العام، أثقلت كاهل الدولة اقتصاديا، ترهل كبير في المؤسسات الحكومية، استنزاف لموارد العراق النفطية من المال نتيجة دفع معظمها رواتب للعاملين. هل هذه هي السياسات المعتمدة في سبيل معالجة الأزمات في العراق، ترقيع مشكلة الزيادة المستمرة في عدد الخريجين وعدد الباحثين عن العمل عن طريق زجهم إما في الجيش والمؤسسات الأمنية أو زجهم في مؤسسات الدولة المدنية، وإثقال كاهل الدولة اقتصاديا، وتحويل العراق إلى بلد فيه فائض بعدد الموظفين؟ أخي العزيز، في العراق بعد 2003 لا يوجد شيء اسمه تخطيط. الأصل أن الدولة مترهلة في كل مفاصلها، يوجد عدد غير قليل من الموظفين ربما بالملايين هم زيادة على الملاك العام، لكن جرى توظيفهم إرضاء أو إسكاتا للمظاهرات أو إرضاء لمدراء عامين أو إرضاء لجزء كبير من الشعب أو جزء كبير من أهاليهم، ربما خصوصا بعد ثورة 2018 ثورة تشرين جرى تعيين آلاف أو مئات الآلاف من الموظفين دون أن تكون الدولة باحتياجهم. فالحكومة بدل أن تؤسس أو تبني مصانع لتشغيل هؤلاء العمال وهؤلاء الموظفين الخريجين، قامت بعملية ترقيعية ربما لا ترقى إلى مستوى التخطيط ومستوى الدولة بمفاصلها وبإمكانياتها الهائلة كما يوجد في العراق. ربما هذه عملية الترقيع ستأتي بثمار عكسية لاحقا، ربما لن تثمر كما أرادتها الحكومة. ربما عائدات النفط أو النفط إذا ما خفضت أسعاره الحكومة لا تستطيع أن تغطي أو تدفع. وهذا حقيقة يقودنا إلى التساؤل بشأن إحدى الشخصيات الإعلامية المعروفة عربيا، واللي كان يتبوأ منصب وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، يتملق إذا صح الوصف، وطبعا أثار ردة فعل غاضبة من الشارع العراقي تجاه ما تحدث به مع محمد الشيع السوداني بشأن الإنجازات، إنجازات عظيمة في 6 أشهر تعيد الثقة لنظام الحكم في العراق. السؤال هو أنه هل تعيين 1,000,000 شخص في داخل مؤسسات الدولة هو حل يعتبر إنجاز لهذه الحكومات، بعيدا عن الجوانب المتعلقة بتنشيط المصانع وإحياء الزراعة والقضاء على الميليشيات وغيرها من هذه الأمور، في جزئية تتعلق بموضوعنا اليوم، تعيين نحو 1,000,000 أو أكثر ربما
شخص في دوائر الدولة رغم كل الإشارات ورغم كل الرسائل ورغم كل التحذيرات من أن العراق فيه فائض بعدد الوظائف بعدد الموظفين الحكوميين، مع هذا يأتي محمد الشياع السوداني يعين في سبيل ما وصف بعملية تخدير للمجتمع حتى يهدئ من حالة الغضب في الشارع. يعني معقولة هذه إنجازات حكومات 20 سنة مسكت الحكم لديها، دخلت إلى ميزانيات الدولة مليارات الدولارات، لم تستطع أن تنهض بالعراق اقتصاديا ويعني تعين هؤلاء العمال أو هؤلاء العراقيين على الحصول على حق من حقوقهم في هذا البلد؟ العملية هي عملية هروب من الواقع، هروب من إيجاد الحلول، هروب من التخطيط لعمل مستدام. عملية توظيف مليون أو أكثر من مليون خريج أو عاطل عن العمل في الحكومة خصوصا في مدة قياسية ربما لا تتجاوز العام الواحد في الزمن السوداني، عملية هروب من الواقع، هروب من حلول جذرية. هذه حلول ترقيعية، هو يعلم السوداني حلول ترقيعية. الحل الجذري الحل الجذري هو بإيجاد مصانع، إيجاد استثمارات داخلية، يعني فتح معامل ومصانع للشباب العراقي، للعاطلين عن العمل، للخريجين، بالخريجين هؤلاء الخريجين بالآلاف وهم طاقات شبابية جلهم من أصحاب الخبرة خصوصا بالمنظور العملي والمنظور بما درسوه في الجامعات والكليات. لو كان هناك تخطيط جيد وتخطيط يرقى إلى مستوى أن هؤلاء يمثلون أو يبنون جاءوا ليبنون دولة، لو كان هناك مخطط أو وزارة تخطيط حقيقية لاستغلت وجود هؤلاء الشباب. هذا الكلام اللي تفضلت به أستاذ عبد الله يصطدم بواقع صعب أعتقد، يعني أنه وجود الميليشيات والسلاح المنفلت والمصالح اللي تحول دون افتتاح المصانع دون تنشيط الاقتصاد العراقي. هو يطرح السؤال أنه إن كان السوداني أو غير السوداني جادون في معالجة الأزمات الاقتصادية العراقية وتخليص العراق من البطالة ومعالجة أزمة الأيدي العاملة الفائضة لدينا المحلية، كيف يمكن تحقيق هذه الشروط وهناك ميليشيات ترفض افتتاح المصانع تحارب الصناعة العراقية لأنها ترتبط بجهات أو بدول تسوق بضاعتها داخل العراق وبالتالي ليس من مصلحتها أن تعاد الصناعة المحلية التي ستضرب الصناعة أو ستضرب الاستيراد؟ وهنا السؤال أنه هل يستطيع السوداني أو غير السوداني العمل واستخدام الاستثمارات الخارجية في بيئة غير آمنة كالعراق؟ الصعوبة بالغة، لا توجد حلول جذرية لاستخدام الاستثمارات الأجنبية وفتح معامل ومصانع للشباب العراقي. ما لم تكبل يد الميليشيات خصوصا الميليشيات المشاركة من ضمن الإطار التنسيقي كالميليشيات المعروفة المشاركة بالحشد الشعبي، المؤسسة الرئيسية للحشد الشعبي هي التي تسيطر عسكريا وتمنع بناء وإنشاء المصانع وتحارب كل من يفتتح مصلحة عامة قد تفيد أو تفيد السكان المحليين وقد تشغل اليد العاملة، تفرض عليها الجبايات وتفرض عليها الأتاوات وتحارب من كافة الفصائل التي هي مؤسسة للحشد الشعبي والمرتبطة ارتباطا رئيسيا بالحكومة العراقية. كما أسفت آنفا، ليس من مصلحة إيران والدول ودول أخرى ربما مجاورة خصوصا على رأسها إيران، ليس من مصلحتها يعود العراق إلى سابق عهده خصوصا بما يخص عملية الإنتاج وإنتاج العراق لأدواته لاحتياجاته الاستهلاكية الغذائية والملابس والصناعات الكهربائية، كما كانت الشركات العراقية تنتج المراوح، وكما كانت معامل الأغذية العراقية التي كانت تتبع إلى وزارة الصناعة والمعادن. ليس من مصلحة إيران، أقول بالدرجة الأولى إيران، لأنها المصدر الوحيد أو الأكبر
والمصدر الرئيسي لكل بضاعتها إلى الداخل العراقي. نعم. وتستحصل أموالها بالدولار خصوصا مع الحصار المفروض عليها. طيب سيد عبد الله الفراجي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة معنا. مشاهدينا الكرام، نزلنا إلى الشارع وقمنا بإجراء استطلاع رأي هذه المرة لشريحة من العمال، هم شريحة عمال توصيل الطلبات أو ما يعرف محليا وحتى عالميا بالدليفري. هؤلاء أيضا لديهم معاناتهم الخاصة، طرحوها، تحدثوا عن المشاكل التي تواجههم، كيف يتم التعامل مع هذه الشريحة وهو أمر معكوس على أغلب العمالة الموجودة في العراق. دعونا نستمع إلى حديثهم وإلى آرائهم وإلى معاناتهم ثم نعود لنكمل الحديث معكم. يعني أمان أن أريد العفو مثل الأرقام والدراجات أو المرور، وكذلك رغم الشارع مع خطورته ومعاناته. إحنا الدليفرية، إحنا الدليفرية مظلومين، زين؟ يعني إذا تعرضنا الحادث بالشارع بمطعم ما يوقف لك، زين؟ رعاية ما عندنا، لا يجي لك واحد حتى السلام عليكم ما يقول لك بالمطعم، أنا أحكي لك إياها واقعيا. ومثل ما تقول الشريحة كل الضعيفة مهمشة بصورة كلش عامة. ليش؟ لأن مثل ما تقول دراجة، وهي الدراجة يعني ما أعرف شلون أوصف لك إياها، لأن هي مثل ما أبسط شيء بس تندعم يروح حقك كله. ليش؟ لأن لا حد يضمن حقك، إحنا حقنا ما حد ضامنه. حالنا حال الضيم بالشمس، والحكومة تركض ورانا، والعيشة تعبانة وحالتنا تعبانة. يعني أريد من الحكومة تشوف لنا وظيفة، تشوف لنا شغلة بيها خير، شغلاتنا كلها خطر وبخطر. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى آراء بعض العاملين في مجال توصيل الطلبات، يتحدثون طبعا عن معاناتهم، وأغلب ما ذكر هو لا وجود لتعويض، لا وجود لتأمين على الضرر الواقع على عمال الدليفري، بالإضافة إلى ذلك أنهم يعانون من محاربة الحكومة لهم. فدعونا نستمع إلى رأي السيد أبو علي من الديوانية بشأن موضوعنا لهذه الحلقة. سيد أبو علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي ماكو عيد بالعراق، لا عيد العمال ولا عيد فصل ولا عيد، عندنا عيد الموت احنا. نعم. عندنا عيد الموت، تدبير ابو الماجد السير يشتغل عمال، وبالابتدائية يصير وزير بهالدولة الإطارية. ويخرج لنا الشيخ هو قدوة، يقول اعطيهم سم. أنا بالنسبة لي كان شباب، كان الشباب كانت الدولة الطاغية القبلة الزجبينة بالحروب. وجدت هاي الدولة الجديدة قامت تحاربنا حرب نفسية. يعني يبطلنا 100,000 ويبطلنا المصري 800,000، قدمنا شهرين بالعراق واحنا يبطلنا 100,000 شبكة صدقة، ويقولون لنا طلعونا بالتلفزيون ودون بوكلاهم يطلعونهم السم. زين هذا الشيخ اللي يقول اعطيهم سم، من عسل سم بقلبك ينامي والله، ولك حتى حد سكر ما عندنا. انا بالنسبه لي عمري كبير وعند سكر 30,000 بالسبعين راجع حد سكر. زين احنا عشنا بالعراق وشفنا بالعراق من ظلم الى ظلم، والله هاي الدوله الاطاريه اذا يظل بيدها الحكي فالجوع الجنوب الجوع تجويع. يقول الإمام علي عليه السلام خوفكم من البطول جاعت ثم شبعت، ولا تخافون من البطول شبعت ثم جاعت. سيد أبو علي، يعني احنا تحدثنا اليوم بموضوع عيد العمال العالمي، بدنا نشوف انه الأعداد، أعداد العمال العراقيين في تزايد مستمر وماكو مجال يشتغلون به. طيب يعني شنو الحل بالنسبة لهذه الأعداد برأيك؟ ذولا إلى متى راح يظلون يهملون المواطن العراقي سواء عامل أو غير عامل؟ فقدنا الاتصال. تحدث السيد أبو علي من الديوانية على أنه صاحب مرض، طبعا نتمنى له الشفاء العاجل هو وجميع من يعانون من أمراض مزمنة. ليش ماكو تأمين صحي بالعراق؟ الضمان الصحي ليش ما موجود؟ استمعت إلى المتحدثين من عمال توصيل الطلبات بشأن عدم وجود ضمان صحي أو ضمان اجتماعي،
ليش بالعراق رغم وجود كل هذه المليارات ورغم انفاق او قيل انها انفقت على قطاعات الصحه والرعايه الاجتماعيه، لماذا الرواتب متدنيه بالنسبه لمن يحصلون على الرعايه الاجتماعيه ومثل ما قال كانها حسنه او صدقه، وايضا لا يوجد نظام رعايه صحيه يكفل للمواطن الحصول على علاج في المستشفيات الحكوميه بشكل مجاني تماما كما هو متاح في الدول المحيطه بنا. خلونا نشوف أيضا استطلاع آخر من محافظة المثنى لشريحة من العمال يتحدثون أيضا عن مشاكلهم، ثم نعود لنكمل الحديث معكم. يوميتي 5,000 أو 6,000، هاي نطلب إعانة اجتماعية لأن تفيدنا، أو ضمان اجتماعي يعطينا وزير العمل عادي يفيدنا، باكر من أكبر أوقع بشي ما أقدر أعمل. والله ما عندي، واللي حسين ما عندي، قدمت كثر ادعي السيد الوزير، قدمت فوق الخمس معاملات ما جتني. انا يوميتي 15 ساعه، شوف هاي ترى 15، وانا عندي 4 جهال. والله امس والله العظيم يوم الجمعه محصل 2.5، تمن بالله وقول الحمد لله رب العالمين، هذا عملي. والحكومه شوف الشعب العراقي هاي فقاره تعبانه، والله تعبان عمي، العراق مو عايز دوله امكانيه ثانية هايلة، الغاز البنزين وين هات تروح الفلوس ما ادري. هسه انا اشتغل كعامل، يوميتي اذا كل شيء طلع 10,000 دينار، يعني زين اقدر اسوق لعائلتي. هاي وحده. انا اذا تاذيت هسه صار عندي شيء الله لا يقول هاي سامح الله، يعني اقعد اتحطم، كل شيء ما عندي. انا مواليد 89، يعني ايش قد 34 سنه، كل شيء ما املك لحد هاي الساعه اشتغل عامل. هاي وحده. الدوله اليوم مسمي عيد العمال باكر، هذا عيد العمال مو للعمال، بالاسم للعمال الهم. انا كعامل اطلع اليوم اللي قاعد ياثر علي، ما اقدر. هاي وحده. تقدم للرعايه كل شيء ما تحصل، قدمنا ذبنا معاملات كل شيء ما تحصل، كل شيء ما حصلنا وكل شيء ما استفادنا. العمل هو صار ضعيف، العمل مو مثل قبل، يعني قبل شغل جاوب زين، هسه العمل ضعيف. يعني يا زين الله تطلع مصرفك يومها 20-15، فهذا العمل صار شيء. يجي من الصبح للليل يشتغل، ما عنده اي ضمان اجتماعي. وبالنسبه للشغل يعني اذا اشتغل له شغله يوم عنده شغل، 10 ما عنده شغل، صح؟ فيعني نريد احنا مثلا فد شيء يكون باكر عقبه من يكبر له راتب او له معيشه لاهله، هو اكيد معيش عائلته، يعني لو ما متوازي ما يجي يشتغل يعني عامل يومي، يعني اكثر اقل شيء يعني 15,000. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث شريحة من العمال العراقيين يتحدثون حقيقة بأمور مؤلمة ومؤسفة أن تسمع من مواطني بلد من أغنى بلدان الشرق الأوسط وربما من أغنى بلدان العالم كذلك، نظرا للثروات التي يمتلكها ونظرا لمستويات الفقر والبطالة التي يعاني منها شعبه بسبب حكومات جاءت بعد 2003 وعدت العراقيين بحياة رغيدة وبازدهار اقتصادي ورخاء، لكن هذه الأصوات وهذه المعاناة التي نسمعها تؤكد زيف ادعاءاتهم وكذب وعودهم. السيد أحمد من ألمانيا، تفضل حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، المسألة ذات أكثر من بعد. البعد الأول هو أنه أصبحت الحياة في كل دول العالم وبالذات بالعراق بعد هذه موجات الفساد وتسنم الناس الغير أهل للمناصب والإثراء الغير مشروع، أصبح الجميع يفكر، أو لنقل الأكثرية تفكر بالإثراء الغير مشروع وبالإثراء السريع، وهذا شيء صعب جدا أن تقنع يعني شخص خريج جامعة أن يعمل عامل أو موظف أو كذا ويعرف بأنه بالشهر يجي 300,000-400,000 وتعرفه يجي من هالجهة وتطلع من هالجهة. نعم، هذا واحد. الشيء الثاني مع الأسف أنه الرواتب التي تعطى للباكستانيين وتعطى للبنغلاديشيين وتعطى للأفغان واللي تعطى لكل شخص من خارج البلد هي ثلاثة أضعاف أو ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ما يعطى للعراقي، وهذه مشكلة. حيث المفروض بالحكومة السوداني الآن والمفروض بالشعب العراقي أن يرفع شعار لا يد عاملة إلا العراقية، وعلى الجميع أن يتكاتف. تغلق
الشركات النفطية في حالة عدم تعيين أبناء البلد. من الذي سيطالب بهذا الحق؟ أخي العاطلين عن العمل الخريجين. أقصد من سيسمع يعني هذه المظاهرات اللي تخرج يوميا للمطالبة بالتعيين، ما حد يسمع لهم أخي. المسألة وين؟ المسألة أنه الشخص الذي يعين ب 300 ألف دينار يعتبر نفسه منتصر وماخذ حقه من الدولة. أخي لكل مواطن حق لكل مواطن إلى حق بهذه الدولة. وإحنا شو وقت ما تعاملنا ويا الحكومة ويا الجهة التشريعية الجهة التنفيذية بصفة مجتمع وليس بصفة أفراد، ذاك الوقت نقدر نحقق شروطنا. أما أنه نتعامل كأفراد يعني بنظرة ضيقة لمصالح شخصية آنية فهذه مشكلة حقيقة. هم فرقونا في كل شيء لذلك أن سيطروا صراحة. سيد أحمد يعني عندنا مشكلة في العراق وهي قضية كما تفضلت المطالب الوقتية إذا صح وصفها أو النظرة المحدودة لبعض من يطالبون بحقهم عندما يخرجون بتظاهرات مطلبية معينة. ما فائدة أن تحصل على تعيين في بلد يعتمد اعتماد كلي على النفط مصدرا رئيسيا وحيدا للدخل؟ ماذا لو حدث كما حصل في زمن حكومة الكاظمي وانخفض سعر برميل النفط لما دون الصفر؟ حينها من سيدفع الرواتب؟ كيف ستؤمن رواتب هؤلاء الموظفين الذين أصبحوا عبئا على الموازنة على الاقتصاد العراقي؟ حينها سيدخل العراق إلى مرحلة الاقتراض والديون وسيرتهن. أخي المسألة أين الآن في الحالة المعاشة؟ يعني لربما الآن موجود تعيين وهناك رواتب وتصرف لموظفي الدولة، ولكن هذا موظف الدولة الموجود الآن ويستلم راتب من الدولة لا يفكر بمستقبل ابنه؟ إلى متى ستكفي ميزانية النفط للموظفين؟ هذه الميزانية الاستهلاكية هذه مصيبة على المواطن أن يفكر بالمستقبل ولا يفكر فقط في وضع الحالي. عندما أكون أنا أستلم راتب من الدولة علي أن أفكر بأخي وبصديقي وبجاري، علي أن أفكر بابني في المستقبل. لذلك أقول يجب وضع أول شيء إخراج هؤلاء الكفاءات الغير منتجة من مدراء عامين ووزراء تسليم البلد لأهله، تسليم البلد لكفاءات علمية ممكن أن تديره بالسبيل الأمثل. أما أنه مثل البقارة بيع الطماطات واشتري بصل هذه مصيبة. يعني هؤلاء المسؤولين سيد أحمد يستنزفون خزينة أو اقتصاد العراق بشكل كبير. على سبيل المثال إقالة 86 مستشار لمحافظ الأنبار، يعني إذا كان محافظ الأنبار عند هذا العدد من المستشارين قام بإقالتهم، كم هو العدد الكلي وكم مستشار لكل محافظ موجود بالعراق وكم مساعد أو مستشار للوزراء ورئاسة الوزراء والنواب البرلماني؟ أخي الله يرحم والديك، أخي في العراق كم جنرال موجود وفي الجيش الأمريكي كم جنرال موجود؟ نعم. في ألمانيا كلها 2.5 مليون 2,500,000 موظف حكومي، 84 مليون نسمة، تنتج ثالث اقتصاد أو رابع اقتصاد بالعالم. أما في العراق فعدد موظفي الدولة 8 ملايين موظف. ما هذا التراخي؟ نعم. سيد أحمد من ألمانيا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا وصلت الفكرة. طبعا يتحدث أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في العراق، ويقول بأن عددهم العمالة الأجنبية الغير مرخصة في العراق أكثر من 1 مليون عامل أجنبي غير مرخص. بالنسبة للعمال الأجانب المرخصين في العراق فيقول الأسدي عددهم 160 ألف عامل مرخص في العراق. السؤال لماذا؟ لماذا أصلا تعطى هذه التراخيص؟ وكيف يسمح بدخول عمالة تعمل في العراق بشكل غير قانوني؟ كيف سمحت المنافذ الحدودية والمعابر بدخول هذه الأعداد؟ كيف أعطوا هذه الفيز؟ لماذا يسمح ببقائهم في العراق يستنزفون الاقتصاد العراقي؟ يتم تحويل ما معدل أكثر من 2.5 مليار دولار بحسب الأرقام الحكومية سنويا عملة صعبة إلى دول هذه العمالة، إلى الدول التي جاءوا منها. أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا تخرج من خزائن العراق تذهب إلى دول أخرى، تستفاد منها دول أخرى بسبب العمالة الأجنبية. أليست هذه الأموال كفيلة بافتتاح مصانع كثيرة وإعادة إحياء مصانع موجودة أصلا بالعراق؟ أليست كفيلة بإنعاش الاقتصاد العراقي محليا عن طريق تداولها
ضمن العمالة الأجنبية والأيدي ضمن العمالة المحلية والأيدي العاملة المحلية إعطائهم هذه الأموال على شكل رواتب؟ أليست هذه الأموال كفيلة بتنشيط القطاع الصحي أو إحياء القطاع الزراعي أو المساعدة في إحيائهما؟ كيف تسمح هذه الحكومة؟ يقول الأسدي أنه سنعمل على محاربة هذه المشكلة والاستفادة من تحويل هذه الأعداد إلى عمالة محلية. هذه الوعود متى ستتحقق؟ 20 عاما من هذه الوعود ولا تزال هذه الأعداد المحلية العاطلة عن العمل في تزايد مستمر تجلس على الأرصفة. مثل ما قال سيد عبد الله الفراجي ضيفنا، استعان بأحد العمال في سبيل ترميم منزله حاصل على شهادة من المعهد الصحي، أعتقد قال المعهد الصحي، يعني نعم معهد طبي يعمل في ترميم المنازل. طيب لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الخبرات وأصحاب الشهادات والكفاءات في أماكنهم الصحيحة بدلا من الإتيان بأعداد لا حاجة لها، مستشارين وحمايات وحرس ومسؤولين في الدولة لا يقدمون أي خدمات للشعب العراقي؟ هناك تقرير مشاهدينا الكرام دعونا نتابعه مع حضراتكم من محافظة البصرة، أيضا تتحدث أو يتحدث عن اليوم يوم العمال العالمي ومعاناة الطبقة العاملة في محافظة البصرة. دعونا نشاهد ثم نعود. بانتظار قوت يومهم يترقب العمال في البصرة بحرقة في يوم يفترض أنه مخصص للاحتفاء بهم وتكريمهم. يمر يوم الأول من أيار في العراق كغيره من الأيام قاسيا على الطبقة العاملة والتي تقاوم شبح البطالة الذي بات يهدد ثلث المجتمع العراقي. ماكو قانون يحفظ العامل والعمل واقف، يعني انت احنا ما ننتهي بالعيد، الناس عندنا عوائل وعلى باب الله. صح وهذا العيد يعني بالسنة حسنة يجي، بس احنا ناس يعني هنا شوية كانية ماكو. 14/6/22 راجع، ولحد الآن راجع باكر عقبه خير شنو فوق امزاتي فوق هاي تخيري قطعة ورويتني. الله يقبل أحمد جاسم الأسدي، تقبل أنت يعني ذا قطعة ورويتك؟ أنت وزير الرعاية، أنت وزير الرعاية تقبل؟ سؤال يثير أسئلة أخرى حول البرامج الحكومية لتشغيل العاطلين عن العمل، حيث لا قوانين أو ضمان اجتماعي يغطي الاحتياجات المتزايدة لمواجهة التضخم الحاصل. الرعاية العيدية مال الرعاية ما طوها، على استناد عود زيادة للرعاية 420 وماكو، والعالم لاكو شغل لاكو فرشي لاكو مصدر مثل رزق. هو عيد يا شيخ، اذا يروح للبيت يلقى صفر يعني الحال. نتمنى اليوم من رئيس الوزراء الجديد الشاعر السوداني وغيرها يبغون على هاي الشباب. مطالبات تعكس اتساع الفوارق الطبقية في العراق منذ عام 2003، حيث تتكدس الثروة بسبب الفساد بيد الطبقة السياسية والمحسوبين عليها، بينما فشلت الحكومات المتعاقبة بإحداث أي تغيير في المجتمع لتخفيض نسب الفقر والبطالة في بلاد تملك ما تملكه من ثروات لا تحصى. مشاهدينا الكرام، المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي يقول بأنه نسبة البطالة في العراق ما بين الأعمار من 15 إلى 40 سنة تقدر ب 23%، أي تقريبا نصف العدد أو نسبة هذه الأعمار من 15 إلى 40، ربع هذه الأعداد. وهناك أيضا نسبة بطالة في جميع النساء بلغت 30%، هذا الكلام في عام 2021. هذه الأرقام طبعا كل سنة ترتفع بسبب أعداد الخريجين وبسبب قلة فرص العمل وبسبب العمالة الأجنبية، وهناك أيضا جزئية تتعلق بمافيات التهريب التي تأتي بالعمالة الأجنبية نظير الحصول منهم على مقابل مادي بحدود $1,000 تقريبا، نظير إدخالهم إلى العراق من أجل أن يمارسوا العمل. جنسيات مختلفة عربية وأجنبية تأتي بها هذه الميليشيات، هذه المافيات التي تسهل دخولها عبر المعابر الحدودية وتسهل دخولها عبر نقاط التفتيش من خلال نقاط التفتيش الأمنية الموجودة في العراق.
في داخل العراق من أجل أن يعملوا ويأخذوا أماكن العامل العراقي بمساعدة وتواطؤ هذه الميليشيات كما قلنا، بالإضافة إلى جشع بعض أصحاب العمل الذين يفضلون العمالة الأجنبية على المحلية لأسباب تتعلق بقيمة الأجور، وكذلك لأنه بلد ما لا تأمين صحي ولا غيره، فهي غير مكلفة بالنسبة لهم. فيعاني العامل العراقي في عيده ككل عام من هذه الأعوام التي مرت على العراق بسبب بعد 2003 بسبب الحكومات التي جاءت ونكثت بوعودها التي أعطتها للعراقيين. وصلت وإياكم إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.